شو ولكم كيف جابلو بلعب بفشفني شدني سلخني وبدا كيسلخ في بيتي قلت لي ماما انت مزيان هادشي كملك باشوف الفلوس ويسكت. انا عمر 21 عام تنقرا و تندير هادشي ديال السوشيال ميديا. انا يحيى عندي 8 سنين وعندي 21. نسولك على راسك نسولكش عليه وما كنتي تكذب عليا حتى انا. عمر كيفاش جاتكم فكره انكم تدخلوا لهذا العالم ديال تيك توك؟ صراحه ما كانتش عندنا فكره قبل، كنا غير كنت كنحفظ واحد النهار صافي حط التليفون بحال هكا تنصوروا وقلت نبارطاجي في تيك توك هو الاول صافي بداو كيعجبوا الناس ولقى واحد الاعجاب صافي من تما الناس عجبهم داكشي وكيقولنا ديروا بارتي دو بارتي دو صافي وعاود نصور. عجبتهم ديك زعما العفويه اللي عندنا في الدار داكشي والدار كيغوتوا منا خصوصا ماما عندها واحد الغواش في شكل تبارك الله الدار كامل واحد اختو سميتها رميساء رميس صوتي غليظ القرابه ديال اللي بيناتكم نتوما الناس صحابهم واش نتوما خوت؟ لا هذا ولد عمي ولكن في الدار بحال الخوت فهمتي ما كاينش في الدار كاملين في دار وحده الواليد عمي عمتي جده كامل. انتوما دابا شحال ديالكم دابا؟ انا ما عنديش ماما عدو انا امين عندي عمتي مربياني فاش كانت عندي 4 شهور كنت نقول لها ماما من تما اصلا فهمتي هذيك عمتي اللي في الدار كاملين كنقول لها ماما فهمتي مربيانا كاملين صافي عندهم مو هو وانتم زعما بحال الخوت عايشين بحال الخوت اكثر من الخوت كاع. ودابا الاخت ديالك ما كتحفظكش يا يحيى وكيحفظك واخت راه هو اللي خص لي يحفظها شويه مكلخه انت لا هو الكيك تبارك الله داك تيسمع نهضر داك الفيديو ملي دار بوم داك الفيديو كيفاش قريتي لي كومونتير كتقرا شويه شفتي داك التعاليق ديال الناس ماني كنقراو علاش كنت في موهل وفيهم كشرحت ديك عمر؟ لا انت هكا تصور وصافي تصور وصافي كيف تكشي ديال الناس في الزنقة يشوف الحب ديال الناس في الزنقة انتقادات؟ مالهم شنو رأيك انتقادات اللي كيوجهوا لكم الناس بعد خطاش ملي كتكون تغوتي عليه ولا شي حاجة كيبغي يقول لك لا كتخلعوا ملي كيبدا يتم في الهضرة ولا شي حاجة؟ كنجاوب اللي كيدوي زعما اللي كينتقد نقد بناء راه كنجاوبو ب باحترام اما اللي كيدوي كيخسر الهضره ما كنجاوبوش عادي وهادشي بما ان زعما حياتك لحتها دونك راه خصك تقبل اي حاجه. عائلتكم كيفاش تقبلوا الفكره فاش شافوا داك الفيديو دار بوم؟ كاين اللي زعما عارض الفكره قال لك لا ما تبقي صغير ما ديروش ولا كيفاش تقبلوا الفكره؟ الصراحه ما كانش متقبلين داك الشيء في الاول العائله كامله اختو اللي كانت كتعاوننا رميسه عرفت كشي كنبغي رميسه هي اللي عاونتنا حتى زعما تتخبي علينا وتتشر العائله ما كانوش متقبلين داكشي حتى شافوا زعما بلي داكشي راه غادي مزيان والناس سيبغيونا وداكشي داكشي فيه الفلوس شويه صراحه ماشي في تيك توك تيك توك راه في اللايفات ما في لي فيديو ما فيهم كاع الفلوس. يحيى وانت كيفاش ماماك شنو قالت لك وباباك فاش شافوا الفيديو ديالك؟ بابا فاش شافني شدني سلخني بدا كيسلخ فيا قلت لي ماما انت مزيان هادشي كملك حيت شفت الفلوس وباباك من بعد با شوف الفلوس ويسكت. في المدرسه يحيى شنو كيقول لك صحابك؟ ما كيخلونيش ناكل وكيبقاو يتجمعوا عليا ما خلونيش يخلونيش ما كيخلوني كيتجمعوا عليا اش كيقولوا لك؟ كيقولك اصلا قلتها في الدار عارفين كنت اللي كتقابلوا حفاظه الوالده ديالهم تقبلت هذه الفكره زعما راه هي حيت عارفه اني تنقري مزيان داكشي علاش هي كتقول لي حضيه اختو اصلا اختو كتوريه وتتصيفط عنده جوج خواتات تيوريه وصافي وتيصيفط انا تنحفظ وتنوريه المعلومه منين جات هو بالعصا ولا بالخاطر المهم خصو يفهم. يحيى ملي كيبدا يحفظ كتحقد عليه هو قلت هو اللي كيحقد عليا ماشي انا اللي كنحقد لا واش دابا انا فاش كنحفظك واش ما كتحملنيش؟ لا عزيز عليك واخا كيقول لك هادي راه ماشي واخا تنصلحو حيت باغي لك اش باغي لك باغي مصلحتك كتقرا وتوصل وباغا فلوسك. عمر انتم كنتو بجوج زعما كاينين في الكومنتير كيقول غادي غير غادي زعما دير شي شويه تخلع عليه وتبقى بوحدك في المصيف. لا اصلا انا كنشوف فيه هو كلشي ما نقدرش نخليه زعما نخرج انا ولا يبقى هو زعما اون فوا زعما هو غيمشي حتى انا غنمشي علاش غنبقى
يعني تبقاو بجوجكم في اه بجوج ولا حتى واحد. ونتايا زعما الا جاتك شي اوبورتونيتي وحده اخرى تقدر تمشي وتخليه هو بوحدو بحال اش انت؟ لا عرفت شي حاجه راه الدنيا هذه تقدر ديك شي تمشي تقرا في شي بلاصه اخرى ولا غنمشي نقرا ولكن ما بقاش ندير هادشي ديال السوشيال ميديا. يعني اما تبقاو بجوج ولا اه ونتايا شدينا بجوج بجوج صافي شي اللي قلته هو كاين. يحيى شنو كيعني ليك عمر؟ شنو بالنسبه ليك زعما الا ما كيبقاش فيك بحال بلا ما كانش في الدار الا سافر شي بلاصه؟ لا نهائيا عادي بحال هكا. ممكن بغا يتهنى بغا يتهنى مني. كتهنى مني؟ لا عزيز عليك. ولكن الا مشى لشي بلاصه وخلاك بوحدك كيبقى فيك بحال ونتبقى مع بوك فين نمشي؟ عمر شنو الطموح ديالكم من بعد؟ بغيتي تطور هاد الكونسيبت هذا ديالك انت ويحيى ولا زعما تخليوه فهاد الشتاء زعما سبونتاني؟ اي واحد زعما كيبغي يبدا هادشي كيبغي يبقى غادي غادي ويتطور. مثلا بحال شنو فاش كتشوف راسك مزويا؟ نقدر زعما داكشي ديال التمثيل هو اصلا تيعرف يمثل يعني وقراتك باش تمثل. شكون اللي كيعجبك في التمثيل؟ انا ما كنتفرجش في الافلام. ولكن انت بغيتي تكون ممثل شكون زعما كاين؟ واش بغيتي تولي تغني ولا تولي تمثل؟ كنا نغنوا. عمر بالنسبه لك كاينه واحد الظاهره ولات دغنيغمون كاينين بزاف الوليدات خرجوا كاين اللي كيكونوا مراض بحال جويهينا وداكشي كيقول لك حقا كان كيستغلوا هاد الوليدات هادو باش هما يطلعوا. انت شنو كترد على هادشي؟ زعما عمرك تلقيتي شي كومونتير بحال هكا؟ كاين كيقول لك كدير كنت زعما كدير البوز على ظهرو وداكشي. انت شنو حنا خالقين السعاده وصافي وتا ديك جيهان هي مهم مسكينه اللي خالقين السعاده وصافي فهمتي لاقي داك الشيء زوين فاش كتصور كتشمشى حتى انا باش كنصور كنحس براسي الوقت زوين تنسمشى عادي. وعندك شي زعما شي كتهضر شويه مع جيهان وماماها ولا؟ هضرت معها مره واحده قلت لها مع بنتها وصافي وقالت لي امين الله امين الله كضحك حتى هي اه تعجبني بزاف جيهان. عمرك قلتي شي فيديو ديالها من الصراحه لا ولكن في الدار اه في الدار ديما هادي هادي. وانت يحيى ني ما البارح قال لي القصعه هاد القصعه هادي كتعجبك ديها شنو تبغي تقول لها؟ واش يشافيك مزيان واش دابا نتوما حريصين على انه تراقبوا على فين كيتفرج واش كتعطي التليفون يشوف اللي بغا ولا انت مقابل هاد القضيه؟ صراحه لا كنتي زعما تشوفي لي ستوري راه التليفون ما كياخذوش نهائيا حتى للعطله ولا السبت والحد والتلفازه ديما حتى شي رسوم ما كنخليش يشوفهم كاين شي رسوم خايبين ما كنخليش يشوف. وبالنسبه للتيك توك كيتفرج في تيك توك هو زعما ماشي ديما كيتفرج في يوتيوب يوتيوب اه هو اللي كيتفرج ابو فلاو وآيتي ولا ما. عمر شنو في المشاكل لو دغنيامون؟ صراحه انا كنشوف داكشي كامل تمثيل حيت كون كانت داكشي حقيقه غيتحل بعدا غيتحل فوسط العائله ما يمكنش فهمتي ما غيبغيش بنادم مشوه الراس خصوصا زعما ام وبنتها فهمتي يعني هذاك الشيء اللي قلت اه بين تمثيل على ود البوز والله يسهل عليهم. شكرا للناس اللي كيتبعونا شكرا بزاف والله يسهل عليكم كاملين والناس اللي كينتقدوا خليت لكم لو ديو 3 فوا لكم الله